بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. لازلنا مع باب المدود، وانتهينا مما ذكره الناظم رحمه الله، لكن هناك بعض التتمات مهمة يعني نستكمل بها فوائد في هذا الباب. احنا كما ذكرنا في البداية في أول شريحة أو ثاني شريحة أن للمد سببين، سبب معنوي وسبب لفظي. اللفظي تكلمنا عنه اللي هو الهمز والسكون، سواء كان الهمز في كلمة واحدة متصلاً أو كان في كلمتين وجاء منفصلاً، والهمز السكون إما لازم وإما عارض. السبب المعنوي للمد هو نوعان، كلاهما يقصد به المبالغة، كلاهما يقصد به المبالغة في النفي، وهو صورتان: مد التعظيم ومد التبرئة. قال سلطان ملا علي قاري اللي هو صاحب المناح الفكرية الذي نستشهد من كلامه كثيرا: ثم اعلم أن أسباب المد منها لفظي كما تقدم، ومنها معنوي وهو قصد المبالغة في النفي، وهو سبب قوي مقصود عند العرب وإن كان أضعف من السبب اللفظي. وهذا كلامه مأخوذ بنصه من كلام ابن الجزري، وأيضا هو ابن الجزري نقله أظن عن ابن مهران والله أعلم. ومنه مد التعظيم في نحو لا إله إلا الله أو لا إله إلا أنت، فهذا من أصحاب المد قصر المد المنفصل، من يرون قصر المد المنفصل. فهؤلاء الأصل عندهم أن المد المنفصل مقصور، يعني لا إله إلا الله عندهم المد مقصور، يأتون عند الجملة التي فيها يعني ما يتعلق بالله عز وجل لا إله إلا الله أو لا إله إلا أنت أو لا إله إلا هو، يأتون عند هذا يمدون. وهذا موجود في طيبة الناشر وليس موجوداً في الشاطبية، فنسبة هذا الكلام إلى الشاطبية حتى عن أصحاب القصر في الشاطبية مثل ابن كثير أو السوسي أو أحد وجهي قالون أو أحد وجهي الدوري لا يصح هذا المد من الشاطبية، إنما موجود في طرق الطيبة، موجود عن حفص وعن غيره، وهو الذي قال في ابن الجزري: والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد، والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد. يعني تقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، هذا وأنت في مدودك في المد المنفصل كله تقصر، لكن تأتي عند هذه وإيه وتمد، تأتي عند هذه وتمد. ربما يكون في آية بس لا تحضرني يجتمع فيها مد منفصل ويجتمع فيها التعظيم فتظهر أكثر، فنقصر في المنفصل ونمد في التعظيم. جزاك الله خير. فنقول يعني هو المد التعظيم مثل المد المنفصل، لكنه يأتي لأصحاب قصر المنفصل، يأتي لأصحاب قصر المنفصل يأتون عند هذه الكلمات اللي فيها إشارة إلى الاسم الكريم أو ضمير يتعلق بالاسم الكريم يمدون عنده. وكما ذكرت أن هذا النقل المنقول هو منقول عن ابن مهران، قال ابن مهران: وإنما سمي بمد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي إلهية سوى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا مذهب معروف عند العرب لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة، عند الدعاء عند الاستغاثة، يعني مثلا بدل ما يقول يا رب
يكون واحد عنده يعني مضطر يا رب هكذا، فهو عند الدعاء يعني يزيد في المد، ها يزيد في المد وعند الاستغاثة. فقال لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة، وقد استحب العلماء المحققون مد الصوت بلا إله إلا الله إشعارا بما ذكرنا. هذا النوع الأول من المد بسبب معنوي، وهو اللي إيش قد المبالغة في نفي إلهية غير الله سبحانه وتعالى. طيب، وفي مد هناك مد ثاني اسمه مد التبرئة، وهذا لحمزة خاصة، هذا لحمزة خاصة من طيبة النشأ، أن تكون بعد لا اسم، يعني تكون لا نافية للجنس وبعد اسم مبني على الفتح، تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو مسلمة لا شية فيها، لا جرم أن لهم النار، ولا بد أن تكون لا النافية للجنس، يعني لا بد أن يكون الاسم الذي بعدها مبنيا على الفتح. ها يعني إذا كان غير ذلك، إذا كان غير مبني على الفتح يعني مرفوع مضموم مثلا أو مرفوع، فلا تدخل في هذه الصورة، فلا تدخل في هذه الصورة. زي مثلا إيش؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، هذا ما فيها، هذه ما فيها لأنها مرفوعة، هذه ليست لا النافية للجنس، هذه ليست لا النافية للجنس، لا النافية للجنس يأتي بعدها الاسم مبنيا على الفتح، مبنيا على الفتح. طيب، فهذه تمد. طب كم تمد؟ مد التبرئة ومد التعظيم كلاهما مد متوسط، كلاهما مد إيه؟ متوسط، يعني كم؟ أربع حركات، أربع حركات. طيب، مما يلحق بالمد الطبيعي، احنا طبعا قلنا ان بعضهم انهى انواع المدود الى 20 و22 و14 و30، يعني ذكر حتى المد الواحد يذكر له عده اسماء، مثلا زي مثلا مد العدل ومد الحجز ومد الفصل ومد التمكين ومد. طيب، مما يلحق بالمد الطبيعي البدل عند غير ورش، أما قل قالوا آمنا، آمنوا، آلهة، أوتوا، إيمان، عند غير ورش هذا مد ملحق بالطبيعي حركتين، تمام؟ طيب، ومد الصلة الصغرى، ومد الصلة الصغرى، له ملك السماوات والأرض، له ملك، فهذا المد يعني يمد كالطبيعي مداً مقصورا. وأيضا مد العوض، العوض اللي هو يأتي عن التنوين المنصوب، يأتي عن التنوين المنصوب، يعوض عن التنوين المنصوب بألف، لابد أن يكون تنوينا منصوبا، لأن التنوين غير المنصوب ما يعوض عنه بشيء. إن الله غفور رحيم، غفور رحيم خلاص ما عوضنا عنه بشيء. من علم، علم هي اصلا ايه؟ ما لهم به من علم، لكن لا نعوض عنها بشيء. متى نعوض عن التنوين؟ ها، اذا كان منصوبا، الا في حاله واحده وتزد. ها، ما هي الحاله التي لا نعوض عن التنوين المنصوب؟ ها، يعني اقول قديره، عليمه، حكيمه، غفوره، وكيله، قويه، عوجة، ها، همسة، أمتة، عشان ما نظن أنها كلها في الأسماء الحسنى. أي طب متى لا نعوض عن التنوين المنصوب؟ إذا كان تاء تأنيث، إذا كان تاء تأنيث، إذا كان تاء تأنيث فلا نعوض عنه. إيش مثال؟ أنا قلت القاعدة وأنت تجيب المثال، يعني أنا نجيب كله. ها، عاملة ناصبة طبعا مرفوعة، لكن هي على قراءة عاملة، لا خافضة الرفع مجرورة. طيب،
في أمثلة كثيرة بس الآن لا تحضرني. ها؟ لا تسمع، أيوه على قراءة من يقرأ تسمع، قراءة الكوفيين مثلا، لا تسمع فيها لاغية. مثلا أتاك حديث وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فهي تصلى نارا حامية. فالتاء إذا كان التنوين المنصوب على جاء على تاء تأنيث، لأن تاء التأنيث قاعدتها أن تتحول إلى هاء، قاعدتها أن تتحول إلى هاء، فهي تسكن وتتحول إلى هاء في جميع الإيه الصور. فإذا مد العوض هو الذي يعوض به عن التنوين المنصوب، ها، إذا لم يكن إذا لم يقع هذا التنوين على تاء تأنيث. فإنه مثلا نقول عليمة، حكيمة، أمتى، همسة، عشرة، يوم، وكيلة، خبيرة، هذا يعوض، هذا يسمى مد العوض، وهو يلحق بالطبيعي من جهة إيش؟ إنه نفس المقدار، نفس إيه؟ نفس مقدار المد. أيضا ما يسمونه بمد التمكين، بمد التمكين. إذا جاءت واوان أو ياءان متتاليتان فإننا يعني هو عبارة عن مد طبيعي، بس لماذا يقولون تمكين؟ لأنه يخشى إذا جاءت واو وواو أو ياء وياء أن تدغم الإيه الحرفين في بعض، حرفان متماثلان، فيخشى أن تدغم، فهم يقولون تمكين، يعني انتبه انتبه هنا إذا جاءت واوان أن تمكن المد، وهو في الأول وفي الآخر هو مد طبيعي. يعني قالوا وهم فيها، قالوا وهم، هل زدنا عن الطبيعي؟ لا، بس عشان في واو وواو فيخشى أن تقول قالوا و، يعني تسقط المد، قالوا و، لا قالوا وهم فيها. لذلك قالوا إيه؟ في يوم، في يوم. فهذا سموه تمكينا لاجتماع ياءين أو واوين، فيخشى من مسارعة اللسان إلى الإدغام فقالوا تمكين، نمكنه، ولكن في الأول والآخر نقول إنه مد طبيعي في المقدار حركتين. هذا مما يلحق بالمد الطبيعي، البدل، الصلة الصغرى، العوض، مد التمكين، مد الحجز. مد الحجز الذي يكون في القراءات، أو مد الحجز أو الفصل أو الإدخال، يعني ما أقول أنذرتهم، إنك، أنبئكم، عند بعض القراء إذا سهلوا الهمزة الثانية يأتون بألف بينهما، تحجز، تحجز بينهم. وبأحياناً يقولون الفصل، مد الفصل، مد الحجز أو الإدخال. وأيضاً ورد عن بعضهم حتى في التحقيق الهمزتين أيضاً، مثل هشام أنذرتهم، أحد الوجهين عنده. طيب المد هذا أيضاً مد طبيعي في الأخير. طبعاً في كلام عند المغاربة أنهم يعني يلحقونه بالمد المتصل ولا 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 يصح عند المشارقة. طب مما يلحق بالمد المنفصل؟ مد الصلة الصغرى الكبرى. ما هي الصلة الكبرى؟ الصلة الكبرى هي نفس صلة الهاء، لكن إذا جاء بعدها حرف الهمزة فإنها حينئذ في اللفظ تشبه المد الإيه المنفصل، لأنها أصبحت إيه يحسب أن ما له أخلده، هي أصبحت تحولت إلى واو فتأخذ حكم المد المنفصل. إذا كنت أمد المنفصل أمدها، وإذا كنت أقصر المنفصل أقصرها، هي معه، هي معه، تمد بمده وتقصر بقصره. فإذا كنت تقصر المنفصل تقصر الصلة، تقول يحسب أن ما له أخلده، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إذا كنت تمد المنفصل تمدها، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكن إذا كنت ورشيا تشبع المد المنفصل والمتصل فإنك تشبعها كذلك. مثلا يحسب أن ما له أخلده، إذن مد الصلة الكبرى ملحق بالمد المنفصل، ويعني يمد بمده ويقصر بقصره ويوسط بتوسيطه. وهذا آخر يعني تتمات هذا الباب، وهي تتمات مهمة
خصوصا الأخير، لأن الأسباب المعنوية هذه ليست موجودة في الشاطبية، لكن إن شاء الله من لم يفتح عليه في القراءات الكبرى إن شاء الله نسأل الله أن يفتح عليه ويدرس هذا ويؤدي. أسباب من الأشياء المهمة التي يعني لم يتحدث عنها الناظم رحمه الله حرفي اللين اللي هي الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما، أقصد لم يتحدث عنهما هنا في المنظومة، الياء والواو الساكنتان المفتوح ما. هل تمدان مثل حروف المد أم تقصران؟ وهل يكون هذا الحكم وصلا ووقفا أم الوصل حكمه غير حكم الإيه الوقف؟ طيب، مد اللين يأخذ وقفا على ما، خذوا بالكم في جملة معترضة حطتها، على ما جرى عليه عمل عامة المتأخرين حكم المد العارض للسكون. ليش احترزت بهذه العبارة؟ لأن عند المتقدمين في خلاف، بعضهم يقول لا هذا ليس مدا أصلا، ما يعني تمكين يسير، أما مد زيادة مثل المد العارض للسكون يعني 2 و4 و6، لا حتى الاثنين ما يوصل لاثنين، يعني يكون أقل. وطبعا نتكلم يعني عن هذا الكلام بشكل مكثف جدا ومفصل الشيخ الضباع رحمه الله في الإضاءة، تكلم يعني عن مسوغات المد في اللين. فلذلك احنا نقول العمل عند عامة المتأخرين اللي احنا منهم يعني هو إجراء الأوجه الثلاثة في اللين، يعني إذا وقفت على مثلا لإيلاف قريش لك فيها القصر والتوسط والإشباع، كما تقف على الحمد لله رب العالمين، تقف بثلاثة أوجه، قريش أيضا فيها ثلاثة أوجه. وكما قلنا هذا ليش أنا أحترز؟ لأنه ممكن واحد ربنا يفتح عليه ويقرأ في الكتب الكبيرة والكتب القديمة فيجد فيه خلاف، قل ده كان بيعلمونا غلط، لا مش بيعلموكم غلط، وهذا اللي عليه عمل المتأخرين كافة، إجراء المد اللين وقفا كالعارض للسكون، يعني إجراء الأوجه الثلاثة، يعني تقول قريش قريش قريش، وأيضا الرام والإشم، كل أوجه العارض نفسها، الليل الليل الليل، كذلك قوم وخوف نفس الشيء. هذا في حال الإيش؟ ها؟ في حال الوقف. أما في حال الوصل فلا مد في اللين يبلغ الطبيعي، يعني ما ينفع تقول والليل إذا والليل إذا يغشى، لا لا يبلغ المد الطبيعي أبدا، ولكن فيه مدا ما تمكين يسير، فيه تمكين يسير. المهموز هذا شيء ثاني غير موضوع ورش، يعني بالنسبة لورش نرجع له إن شاء الله. طيب، قالوا بالنسبة للوقف إلا أن الطول أفضل ثم التوسط، وهذا في حرفي المد، أما في حرفي اللين فالقصر أولى ثم التوسط. ليش؟ لأن حروف اللين أضعف من حروف المد. لماذا؟ لأن الحركة التي قبل الواو والياء ليست مجانسة لها. طب ما الدليل على أن في مد اللين تمكينا؟ الضباع تكلم في الإضاءة في صفحة 17 و18 تكلم عن هذا بالتفصيل، فليرجع إليه، وليس طويلا يعني صفحتين. استدل بكلام سيبويه أنه ذكر فيهما زيادة التمكين، واستدل أيضا بقول الداني ومكي قال في حرفي اللين بعض ما في حروف المد، وكذلك الجعبري قال واللين لا يخلو من أيسر مد فيمد قدر الطبع. لكن إذا هذا في حال الوصل، أما في الوقف قلنا نجري فيه الأوجه الإيه الثلاثة، أما في الوقف في الوصل فليس فيه التمكين، تمكين يسير. والليل إذا يغشى مثلا أطعمهم وآمن، لو جلنا مثلا لإيلاف قريش إيل قريش إيلاف وقريش إيلاف، شفت إيلا إيلا هذه المطة
قريش إيلاف، ما هي؟ لا تصل إلى إيلا. والليل إذا، والليل ما نقول مثلا، مثلا في هذا، إن في هذا، والليل ليل فأقصر، لكن فيها تمكينا يسيرا، لا ليس مثل الحروف الأخرى، يعني ليس مثل اللام والنون والعين والصاد، لا فيها تمكين يسير لكنه لا يبلغ حروف المد في الوصل. وهذه يعني هذا آخر ما يتعلق بهذا الباب، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ أو نبدأ في مقدمات علم الوقف والابتداء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.